تحياتي لكل الزوار وأعضاء القناة في كل مكان. أثيوبيا على صفيح ساخن والأوضاع بتخرج عن السيطرة. ده عنوان الفيديو اللي هتكلم فيه النهاردة. هنقول كلام مهم جدا، يا ريت اللي بيتابعنا يتابعنا للنهاية. طبعا كل اللي بيسمعنا أو اللي بيشاهد هذا الفيديو تابع الأزمة اللي تعرضت ليها أثيوبيا خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، وبالتحديد من مساء يوم الاثنين لغاية دلوقتي. واللي خلاني ان انا اطلع واتكلم في هذا الفيديو التعليقات الكتيره جدا اللي انا شفتها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. جزء من الناس كان بيربط اللي بيحصل في اثيوبيا دلوقتي بملف سد النهضه، والجزء الثاني كان بيعلق بتعليقات طبعا كلها فيها من الشماته، ومش هقول من المصريين ولكن من جنسيات مختلفه. ده انا شفت التعليقات لقيت اللهجه بتاعتهم اغلب اللي بيعلقوا ما كانوش مصريين. بالنسبه للنقطه الاولانيه اللي بيحصل دلوقتي في اثيوبيا وعلاقته بسد النهضه بالعقل، ايه اللي ايه سبب الازمه اللي بتمر بيها اثيوبيا دلوقتي بملف سد النهضه؟ اولا ما لهاش علاقه بتاتا، ملف سد النهضه دلوقتي مفتوح وحاليا في مجلس الامن كتاخر كوسيط لحل الأزمة بين الأطراف الثلاثة سواء مصر أو السودان وأثيوبيا. يعني الأزمة اللي بتمر بيها أثيوبيا حاليا ملهاش علاقة بأزمة سد النهضة، ولكن أنا في النقطة دي بالذات حبيت إن أنا أتكلم فيها عشان أوضحها للناس. يا جماعة اللي بيحصل في أثيوبيا دلوقتي حاليا ملوش علاقة بملف سد النهضة، ولكن طبعا زي ما أنتم عارفين كل لما بتحصل أزمة في أي مكان الناس بتطلع وتعلق بأي تعليقات من غير ما تفكر، من غير ما تدور الموضوع في دماغها وتربط الأحداث ببعض. ده نقطة حبيت إن أنا أوضحها لكل إنسان بيسمعني أو اللي بيشاهد هذا الفيديو. طبعا ناس كتير بتسألني دلوقتي وتقول لي أمال اللي بيحصل دلوقتي سببه إيه؟ أنا هقول لكم دلوقتي سببه إيه. الجزء الثاني من الناس اللي كان بيعلق كنوع من الشماتة، أولا الشماتة يعني أقول حاجة خارجة عن الإنسانية، ما ينفعش إن أنا أشمت في أي إنسان حتى لو كنت مختلف معاه في الرأي في السياسة في أي حاجة إن كانت. مش معنى إن أنا مختلف مع أثيوبيا في موضوع ملف سد النهضة إن أنا بتمنى ليها الضرر أو إن أنا شمتان فيها، لأ طبعًا. أنا بحترم الشعب الأثيوبي وبتمنى ليه السلامة وسلامة كل الدول في العالم. فنوع الشماتة يا جماعة بلاش منه. أولًا ملف سد النهضة ما اتقفلش. حاليًا مفتوح وعلى طاولة المفاوضات زي ما بنقولوا، وكلنا بنقول إن شاء الله إن الجولة اللي بتحصل دلوقتي في الأمم المتحدة يكون منها فايدة وتوصل لحل نهائي أو نوصل لحل نهائي مع أثيوبيا، والدول أو الأطراف الثلاثة تكون مرضية. فالباب ما اتقفلش من ناحية أثيوبيا عشان أول ما تتعرض لأزمة إن أنا أطلع وأشمت فيها. الشماتة مرفوضة يا جماعة مهما كانت الأسباب. المهم مش عايز أطول عليكم وهدخل في التقرير على طول. بعد ما قلنا شفنا التعليقين او النوعين من التعليقين اللي انا قلت عليهم، يا ترى ايه الاسباب اسباب الازمه اللي تعرضت ليها اثيوبيا خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا؟ اولا سبب الازمه مغني شهير تم اغتياله في اديس ابابا، ولغايه دلوقتي معرفوش مين اللي اغتاله. وانا هراكم دلوقتي التقرير وكمان هنقصد اهم المعلومات عن هذا المطرب او هذا النجم الاثيوبي اللي تم اغتياله مساء يوم الاثنين، وليه اللي وايه السبب اللي خلى الوضع يشتعل في اثيوبيا بسبب هذا المطرب بالتحديد. تسبب اغتيال المغني الاثيوبي الشهير هاشال غونديسا في وقت مبكر طبعا مساء يوم الاثنين اللي فات
برميه بالرصاص بالقرب من مجمع سكني بالعاصمة أديس أبابا. غضب كبير طبعا في الشارع الأثيوبي، ولحد الآن لم ما فيش ما عرفوش مين اللي اغتاله بالتحديد. وهذا المطرب أو المغني يبلغ من العمر 34 عام، وهو من أقلية الأورمو العرقية، وقال سابقا إنه تلقى تهديدات بالقتل. يعني المطرب اللي تم اغتياله كان صرح قبل كده وقال إن أنا جياني تهديدات كتيرة إن هيتم قتلي خلال الفترة اللي جاية. وبعد إذاعة خبر وفاته توجه الآلاف من معجبيه إلى المستشفى في أديس أبابا، المستشفى اللي كان فيها جثمان هذا المطرب أو هاشالو كونديسا. مطرب محبوب جدا، ليه شعبية في أثيوبيا زي بعض النجوم في جميع دول العالم. طبعا وأثار مقتله توترات متزايدة في المدينة، حيث تم تنظيم مظاهرات بعد دعوات عبر الإنترنت، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. والأوضاع دي احنا شفناها على شاشات التلفزيون والصور اللي كانت منشورة على السوشيال ميديا، الصراحة صور صعبة جدا. وتم إغلاق الإنترنت في أجزاء كبيرة من البلاد، ومن المتوقع حدوث احتجاجات كبيرة جدا في الفترة اللي جاية. يعني الوضع كل بيشتعل أو في زيادة من الاشتعال. وفقا لشهود عيان، فإن اثنين من المتظاهرين أو في الأحداث اللي حدثت في أثيوبيا خلال 48 ساعة، إن اثنين ماتوا وتم إصابة 50 شخص لغاية دلوقتي. طبعا دي إحصائيات مبدئية، إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفش العدد كام. الخبر المنشور إن اثنين وفيات و50 إصابة. هل ده العدد الحقيقي؟ ولا في زيادة؟ لأن طبعا الخبر ده أو التقرير أو الإعلان اللي اتكتب بالاثنين والخمسين، الاثنين مقتولين والخمسين، ده كان مساء يوم الاثنين، لكن اللي تم يوم الثلاث أو النهاردة لغاية دلوقتي ما نعرفش الإحصائية كام. طبعا خلال مظاهرات في أثيوبيا، وجاءت وفاته بعد أيام من تصريحات مثيرة حول الإمبراطور مينيلينك وتمثاله في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، التي تعهد أو تعهدت القبيلة اللي بينتمي ليها هذا المطرب اللي هي الأورمو بهدمها. يعني الموضوع مش في يوم وليلة، الموضوع ليه سوابق قبل كده، وبسبب تصريحاته المثيرة تم اغتياله مساء يوم الاثنين. وقد أعرب رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد عن تعزيه لوفاة النجم الكبير هونديسا. والمتابع للشأن الأثيوبي يجد أن هونديسا ليس مجرد مطرب، ركزوا بقى معايا في النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا. المتابع للشأن الأثيوبي يجد أن هونديسا ليس مجرد مطرب ولا معجبين زي بقى المطربين أو النجوم في أنحاء العالم، ولكنه شاب ثوري من الدرجة الأولى، ساهمت أغانيه في إثارة حماس أبناء قبيلته من قبيلة الأورمو اللي تم تهميشها من قبل الحكام السابقين على مر العصور اللي فاتت. وده شيء متوقع، واحنا عارفين ان اي دولة بيكون فيها اقلية بتكون الاقلية مهمشة. طبعا انا مش بقول كل الدول، لما يكون النظام عادل مش بيفرق بين الاغلبية او الاقلية، ولكن بيدي كل واحد حقه، لان في الاخر اللي في الاغلبية بينتمي لهذا الوطن واللي في الاقلية بينتمي لهذا الوطن. ده بيدفع ضرائب، ده بيدفع ضرائب، ده بيدافع عن وطنه، ده بيدافع عن وطنه، فما فيش داعي ان انا افرق بين الاقليه والاغلبيه. ولكن موضوع
الأقلية ده في دول كتير بتعاني منه، أنا مش هذكر أسماء لأن كنتوا عارفين اللي بيحصل في الدول اللي بره شكله إيه. المهم ساهمت أغانيه في إثارة حماس قبيلته واللي اتهمشت خلال الفترة اللي فاتت، وبدأ نجم هونديسة يصدع من بداية عام 2015. يعني النجومية بتاعت هذا المطرب اللي هو هشيلو هونديسة بدأت تظهر بالتحديد من عام 2015. أول ما شارك بأغانيه الحماسية النشطاء السياسيين لمواجهة القمع الحكومي الوحشي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص واعتقال عشرات الآلاف، معظمهم طبعا من قبيلة الأورمو وأمهارة، ودول قبيلتين يعني بنقولوا عدد سكانهم قليل جدا في أثيوبيا. لكن التقرير اللي احنا شفناه بيقول ان هذه القبيلتين بيمثلوا تلت سكان أثيوبيا، فانا النقطة بستغرب لها، يعني ازاي هما الاتنين بيمثلوا تلت سكان أثيوبيا وفي نفس الوقت ان احنا هنقول عليهم أقلية؟ سكان أثيوبيا البالغ عددهم 100,000 نسمة أو 100,000 نسمة آسف، وقد عانى المتظاهرون من فرض حالات الطوارئ اللي تعرضوا ليها عن طريق القمع الوحشي خلال الفترة اللي فاتت. واستطاع هونديسة أو النجم الكبير اللي تم اغتياله مساء يوم الاثنين أن يكون من بين الثوار اللي هم نجحوا في إجبار رئيس الوزراء السابق هيلي مريام على الاستقالة. رئيس الوزراء السابق ده اللي قبل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد، وفعلا أرغموه على الاستقالة فورا، واللي مسك مكانه الرئيس الوزراء الحالي أبي أحمد، وتصعيد أبي أحمد المنحدر من قبيلة الأورمو. يعني رئيس الوزراء الحالي الأثيوبي من نفس القبيلة، من قبيلة المطرب أو النجم اللي تم اغتياله مساء يوم الاثنين. ده اللي أنا فهمته من التقرير. اللي يكون رئيسا للوزراء في عام 2018، ده عارفين احنا بداية المنصب لأبي أحمد آسف كان في 2018، ليعيدوا بذلك تشكيل الخريطة السياسية للبلاد بعد مظاهرات استمرت لأكثر من عامين. طبعا أول ما أبي أحمد مسك منصب رئيس الوزراء كان قبيلة الأورمو عندها أمل كبير إن القبيلة بتاعتهم ما يتمش تهمشها زي ما كان بيحصل في السابق أو من الحكومة السابقة، لكن طبعا الوضع اختلف تماما. يعني كل تفكيرهم ما وصلش للدرجة اللي هم عايزينها، وهنشوف دلوقتي نص الكلام اللي أنا بقوله من داخل التقرير. بعد وصول أبي أحمد لرئيس الوزراء أو في 2018 كانت هذه القبيلة عندها أمل كبير إن هتتحل جميع مشاكلهم، وبدل ما هم مهمشين يكون قبيلة ليها وضعها في أثيوبيا، والكلام ده اللي أنا هقوله في هذه الفقرة. بعدما امتلأ شعب الأورمو بالأمل بعد وصول أبي أحمد للحكم وظنوا إنهم حققوا كل أحلامهم ووجدوا أن مطالبهم لم يتم تحقيقها لحد الآن، فلا تزال هناك أعمال عنف وقمع ضدهم، وفشل رئيس الوزراء الأثيوبي الحالي أبي أحمد في إزالة الصراعات العرقية التي عانوا منها لسنوات عديدة جدا، ولم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فاضطروا للنزول مرة أخرى للشوارع للمطالبة بحقوقهم نتيجة مواجهات مع الشرطة، وانتهى الأمر بمقتل النجم الكبير هونديسة أحد أيقونات الثورة لتشتعل موجة جديدة من المظاهرات الشعبية داخل أثيوبيا. أظن كده احنا عرفنا ايه سبب الأزمة اللي حدثت في أثيوبيا، يعني ملهاش علاقة زي ما احنا قلنا في الأول بموضوع سد النهضة. هنيجي في الجزء الثاني من التقرير ونعرف أهم المعلومات عن النجم اللي تم اغتياله مساء يوم الاثنين و
واللي هو هالو هاشالو هونديسا. معلش سامحوني ساعات اللغة الأثيوبية بتكون صعبة في النطق، فما فيش حد يعلق وأنا بقول الاسم. من أهم المعلومات عن هذا النجم، رقم واحد، ولد هاشالو هونديسا عام 86 في بلدة اسمها أمبو تقع في غرب تشيوا، وهذه المنطقة غرب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. رقم اثنين، عرف الراحل بغناه الثوري عن أمال وغضب شعب الأورمو، واللي احنا قلنا القبيلة المهمشة في أثيوبيا، من خلال الكلمات الثورية لتحدي القمع وكسر الخوف. ودايما الحماس اللي كان بيقوله للثوريين كان بيأديه عن طريق الأغاني اللي كان بيقدمها للمعجبين أو لجمهور. رقم ثلاثة، تم سجن هاشالو هونديسا لمدة 5 سنوات عندما كان عمره 17 سنة لمشاركته في احتجاجات أثيوبية تابعة للأقلية التي بينتمي إليها، وده القبيلة اللي احنا قلنا قبيلة الأورمو المهمشة في أثيوبيا. رقم أربعة، كان رمز لشعب أورمو، والذي تحدث عن التهميش السياسي والاقتصادي الذين عانوا في ظل الأنظمة الأثيوبية المتتالية خلال العصور اللي فاتت، وكانت هذه القبيلة بيتم تهميشها سواء سياسيا أو اقتصاديا بسبب إنها قبيلة ذو أقلية في أثيوبيا. رقم خمسة، وفر الكثيرون مثله إلى فر الكثيرون مثله إلى المنفى خوفا من الاضطهاد، لكنه بقى في البلاد وشجع الشباب على النضال. يعني دايما في نشوفه لما بيكون في بيضيقوا الخناق على السياسيين بيتم فرهم أو نفيهم بره البلاد، لكن هذا المطرب ما سابش بلده وقعد في نضال مستمر مع الثوريين لتحقيق أمال القبيلة اللي هو بينتمي ليها. رقم ستة طبعا قلناها، دخل السجن لمدة 5 سنوات عندما كان عمره 17 سنة لمشاركته طبعا في الاحتجاجات. رقم سبعة والأخير، تم نقل جثمان هاشالو هونديسا الآن إلى بلدة أمبو، ودي البلدة اللي هو بينتمي ليها أو اللي كان مولده فيها، بعد حوالي وهذه المدينة أو المنطقة بتبعد أو بعدها عن أديس أبابا 100 كيلو متر. أظن إحنا كده وضحنا في هذا التقرير إن السبب في أثيوبيا أو اللي بيحصل في أثيوبيا دلوقتي ملوش علاقة بأزمة سد النهضة. وموضوع الشماتة اللي أنا قلت عليه في الأول، يا جماعة أرجوكم الشماتة حرام، ما ينفعش إن أنا أشمت في أي وضع كان قدامي، سواء الوضع ده مع إنسان أو مع دولة. كلنا بنتمنى السلام للشعب الأثيوبي، ونتمنى السلام لجميع دول العالم، لكن بلاش نخلط الأمور ببعض. باب سد النهضة ما تقفلش. أنا عارف مقدر طبعا إن الناس كلها تعبانة وعايزة توصل لحل نهائي في ملف سد النهضة اللي أصبح شغل الشاغل أو بقت قضية رأي عام سواء في المجتمع المصري أو خارج المجتمع المصري. المجتمع المصري طبعا خايف من الموجة اللي هو هيوصل لها، اللي هو العطش وتدوير الأرض والمخاوف اللي بره. ناس كتير طبعا متعاطفة مع مصر، ومش هننسى المخاوف أو الخوف السوداني، ما السودان في نفس المركب اللي احنا فيها، والضرر اللي هيجي على مصر بالتأكيد هيرجع على السودان. المهم نتمنى ان السلامة لأثيوبيا، وبنقول ان شاء الله ان التقرير او الملف اللي موجود دلوقتي في سد النهضة اللي بنقشوا فيه الازمة، وان هم يرجعوا المفاوضات مرة تانية ويوصلوا لحل النهائي بين مصر والسودان وأثيوبيا عشان الموضوع ده يتقفل وجميع الاطراف الثلاثة تكون مرضية. اتمنى يكون التقرير عجبكم. في النهاية ما تنسوش دعمكم للقناة، وانتظرونا في فيديو آخر.